يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما صحة قول من يقول إن الكفر لا يكون إلا بالجحود والإباء؟ هذا نوع، الجحود والإباء نوع من الكفر، الكفر أنواع كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في إحدى رسائله. الكفر أنواع، منها كفر الجحود، ومنها كفر الإباء، ومنها كفر الاستهزاء، ومنها كفر التكذيب، أنواع. نعم.